ماذا عن شيخ إسلامهم الآخر ابن تيمية؟ ابن تيمية نصف إله عند هؤلاء القوم، شوية يقولون بعد هو ربنا الأعلى، يعني ما بقى بعد شيء، لأنه إذا وصلوا إلى مرحلة مثل هذا الأبله يقول لو كان نبي بعد محمد لكان ابن تيمية والعياذ بالله، فشنو بعد اللي أعلى منها يعني المرتبة بعد؟ خلص يعني يصل إلى الألوهية بعد يعني. يتعصبون له كثيراً ولا يكادون يستدركون عليه شيئا، يحاولون تصحيح كل ما قال.